كان الخروج من شمال قطاع غزة للجنوب هذه أكبر يعني أخطر وأكبر تجربة أخوضها في حياتي، لأنها كان نسبة نجاحها لا تتعدى 10%. فكانت بمعية الله عز وجل أنه لما دخلت الحاجز اللي عاملينه الاحتلال على بوسط قطاع غزة الفاصل بين الشمال والجنوب أنه ما شافوني. يعني كانت هذه معجزة كبيرة أنه أنا ما حد شافني وقدرنا نتخطى هذا الحاجز اللي كان مليء يعني بالجثث وجثث المتحللة والمصابين. أول الحرب أنا كنت خلاص تمام عادي، ما في أي مشكلة عندي. بعدها يعني الحصار أثر علينا كثير، جيش الاحتلال حاربنا بكل الوسائل، بالحصار، بالمجاعة، بالقنابل. فهذا يعني أثر علي كرياضي إنه أنا أخسر أكثر من 18 كيلو. بدأت الأوجاع تظهر عندي، كانت عندي إصابة من قبل الحرب، بدأت تتفاقم، بدأت أنا يعني أنزل بالوزن وأشعر بالتعب. فأدركت أنا هنا أنا بضر حالي إذا كملت تمرين، فأخذت قرار أن أنا حوقف تمرين. أنا قاعد بنزل يعني وصلت 87 كيلو، يعني أقل من فئتين من الفئة اللي كنت ألعب فيها. فأخذت قرار أن أنا خلاص أنا حالتهي، كيف أدبر مي و غذاء لأهلي. أنا كنت أحمل تقريباً حوالي 500 لتر باليوم حتى أعبي خزانات البيت، فهذه كانت مسؤوليتي، فهذه أنا كنت أعتبرها بديل للتمرين، لكن طبعاً زادت علي سوء. يعني كان أو من أول لحظة خرجنا فيها كان عندنا ثلاث نقاط إحنا بدنا نصلحها. أول شيء الإصابة اللي كانت عندي كان لازم نحن نعالجها، ثاني شيء رجع الوزن، وحاليا احنا قاعدين بنرجع بالوزن، يعني بعتبر يعني رجعت حاليا 98 كيلو. وثالث نقطة لازم نحلها انه ارجع لمستواي القديم، يعني انا فقدت مستواي البدني ومستوى القوة عندي والاداء الفني تبعي فقدته. فحاليا احنا قاعدين نصلح هذه النقاط الثلاث. والله يعني المواطن يعني الفلسطيني اللي عايش في مدينة غزة مختلف تماماً عن أي شخص في العالم، لأنه إحنا بسبب الظروف اللي كانت مفروض علينا من حصار ومن حروب متتالية على مدار سنوات وشهور، فكانت عندنا يعني أشبه بمناعة ضد هذه يعني الأشياء اللي بترهق العقل الذهني وبترهق الحالة النفسية. يعني أنا أكيد خايف على أهلي وقلقان على أصدقائي وأقاربي، لكن أنا برضو يعني صاحب مسؤولية ورسالة، يعني أنا في مجالي هذا بدافع عنهم في المنبر الرياضي. حالياً ما في قرار أن نتأهل رسمياً، ننتظر حتى الآن قرار التأهيل، لكن أنا مستحيل أبعد عن بلدي ومدينتي. أنا يعني رافض فكرة تماماً أن أعيش برا هذه البقعة العظيمة.